مقابله ما كانش سهله كيف ما كيعرف الجميع. المنتخب الغاني كان شويه اغريسيف في لوجو ديالو، كان شويه ضعف في التحكيم، ما عرفش صراحه حكام كيشوفوا الامر امام الواقع مي اوكين رياكسيون. الحمد لله ليسونسييل اي في 6 بوين دون دو ماتش، اي نو ريست ان ماتش ان شاء الله كونتر ليجيبت، اون دو لو غاني ان شاء الله. ماتنون فا سو ريبوزي بور جوي لو ماتش ترانكيلمون دومان ان شاء الله. تماما كيف ما كيعرف الجميع الاداء ديال البارح واليوم فهو اداء جميل في المنتخب الوطني المغربي، اداء ونتيجه طبعا. نتمنوا اننا نبقاو غاديين في هذا المستوى ان شاء الله، باش على الاقل نمشيو لا فينال باش تاهلوا لا كوب دي موند، ولما لا ديك الساعه نفرحوا الجماهير المغربيه عامه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجميع مباراه كانت صعيبه، ما كانتش سهله كما كيعرف في لي كومبيتيسيون، ما كيكونوش اي مباراه كتكون صعيبه. الحمد لله دراري كانوا رجال، والحمد لله على هذا الانتصار هذا تاهلنا. غدا نفكروا ان شاء الله في مباراه مصر باش نتصدروا المجموعه ان شاء الله. المهم مباراه ان شاء الله. صراحه احنا كندخلوا موجدين يعني لاي حاله تحكيميه، يعني كندخلوا دينيا عارفين الحكام يقدروا يغلطوا يقدروا المهم احنا كندخلوا موجدين لاي حاجه، وباش دير لقب خصك تكون موجد للتحكيم لاي حاجه. الحمد لله كما شاهدتوا كانت مقابله صعيبه شويه، رغم ذلك تمكننا من الفوز على الفريق الغاني. واخا الظروف الصعبه اللي كانت في المقابله، الحراره والرياح اللي كانت ضدنا في جوج اشواط، كنا عازمين باش نحققوا ثلاثه نقاط اللي غتخولنا تاهل للدور الثاني، والحمد لله ربي ما خيبنا شيء. وكنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم والستاف، وحنا جينا عازمين باش نحققوا تاهل ان شاء الله لكاس العالم، لا يكون في السيش ان شاء الله، ونحققوا كاس افريقيا ان شاء الله.